مشاهدينا، برحب بضيفي الاستاذ الدكتور عبد اللطيف المر، استاذ الصحه العامه والطب الوقائي بجامعه الزقازيق. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل يا فندم. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. تفسير نبتدي بيه، زياده الاعداد مرضى الكورونا وخاصه بعد العيد. طيب، هو اولا بعد العيد لسه الاعداد بتاعته ما تظهرش دلوقتي، فانا عايز اطمنك واطمن كل اللي بيشوفونا. يعني الاعداد اللي زادت حاليا واللي موجوده اللي احنا سمعنا عنها غالبا دي قبل العيد. دي كانت قبل العيد. لانه طب امال اللي بعد العيد بقى هتبقى ايه؟ لا انا بالمناسبه انا مطمن، يعني هقول لك ليه مطمن. انا دايما بقولها من اول يوم لغايه دلوقتي. انا دايما حضرتك بالنسبه للاحصائيات العلميه قوي عشان نبقى دقيقين، مش بنحسب الاعداد. الاعداد مثلا امبارح كانت 1200، النهارده 1300، اول امبارح 900. انا بجيب نسبه الزياده فقط، نسبه الزياده وارسمها جراف. نعم. ويهمني اكتر من الحالات الاصابات يهمني اكتر الوفيات. ليه حضرتك؟ انا الاعداد بتزيد عندي كل ما تزيد الفحوص. ايوه. فكل ما وزاره الصحه تعمل مجهود كبير وتفحص هتزيد الاعداد. كل ما تعمل مساحات زياده هتزيد الاعداد. كل ما تعمل حتى بالانتيجين او بالفحوص بتاعت الدم وتكشف اكتر هتزيد الاعداد. فالاعداد هنا قد تكون علامه ايجابيه. فانا ما يهمنيش قوي الزياده في الاعداد دي طالما زياده خطيه، زياده ليست اسيه، زي ما بقولها دايما وبكررها، مش 1000 حاله، تاني يوم 2000، تالت حاله 4000، رابع يوم 8000، ده خطير. أي. اللي بيحصل عندنا الحمد لله مش كده، فالحاله اصلا انا بطمن، لان زي ما بقول لحضرتك بيهمني اكتر الزياده في الوفيات لا قدر الله، يعني هي اللي بتهمني خطورتها، لان بتديني انديكيشن ومؤشر عن حالة النظام الصحي. نعم. احنا قادرين نتعامل مع الحالات ولا لا؟ انما بس الحالات، بس زيادة الحالات زي ما بقول لحضرتك قد تكون مؤشر على زيادة مجهود وزارة الصحة. فلازم عشان اعرف هل الحالات دي زيادة مجهود وزارة الصحة ولا زيادة حالات حقيقي، لازم اعرف من وزارة الصحة في رقم ناقصني دايما. الرقم ده اللي هو عدد المسوح اليومية، عدد الفحوص اليومية. لو انا بعرف عدد الفحوص اليومية وقارنه مع امبارح واول امبارح واول امبارح، اقدر اقول هل في زيادة حقيقية في الاعداد ولا لا. لكن ان شاء الله يعني اطمع هتكون الزيادة دي نتيجة لزيادة الفحوص بتاعت الاعداد. فمبدئيا الحمد لله انا بطمن، لانه مهما كانت الاعداد زياده في مصر لسه بقول وبكررها مع الناس، بس هقول لك اطمئنان حذر دايما. بقول الكلمه دي بس، يعني ما ينفعش اقول انا بطمن وانا قاعد ساكت. لا، اطمئنان حذر وحذر جدا. ايوه. ومش عايز اوصل اقول كلمه قلق، انا ما بحبهاش ومش عايز اوصلها، لان في الحقيقه في الاول يمكن عملنا لقاء مع حضرتك في الاول كنت بقول لك براهن على ثقافة الشعب المصري والتزامه، كنت براهن 100%. لا، النهارده للأسف الشديد بقيت ألاقي بعض التسيب سواء في المناطق الشعبية أو في المناطق اللي بيقولوا عليها مناطق راقية جدا. فالنهارده لا، أنا زعلان شوية. فده اللي بيخليني بقول مطمئن بس اطمئنان حذر. أنا النهارده هراهن من جديد تاني، وعايزين نلتزم زي ما كنا ملتزمين في أول الأزمة، لأن احنا زي ما بنقول بالبلدي كده لسه على الحلو دقة، فاضل لنا أسبوعين ثلاثة اللي هي لا قدر الله المتوقع تكون الذروة. أيوه. أنا عايز أسأل بقى حضرتك هذا السؤال. احنا بنسمع إنه يا جماعة خلي بالكوا الأسبوع اللي جاي ده أو الأسبوعين اللي جايين دول أخطر مرحلة، لأن دي الذروة في فيروس الكورونا. صحيح. فهمنا بقى يعني إيه الذروة ونتعامل معها إزاي؟ أنا أقول لحضرتك الجراف اللي قدامي ده بيورينا اول مليون حاله ظهرت، معرفش هيكون ظاهر على الشاشه ولا لا. اول مليون حاله ظهرت في العالم كله خدت 120 يوم في العالم كله عشان تحصل مليون اولاني. 120 يوم. اخر المليون السادس خد 8 ايام فقط. بص حضرتك، يعني الجراف كده 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 رهيب. اول مليون 120 يوم، ثاني مليون خد 15 يوم فقط عشان يبقى المليون الثاني، لغايه بدا يقل لغايه كل دول العالم يا دكتور. كل دول العالم. عشان كده بقول لك انا مش زعلان او مش خايف من مصر، حالتي مطمئنه الحمد لله. لكن دايما مش هقول مطمن واسكت، لا، هقول اطمئنان حذر. واللي حذر هنا هيجي، انا طالب حاجات من وزاره الصحه، وطالب حاجات من الشعب، وطالب حاجات من الدوله، وطالب حاجات من المجتمع المدني. الاربعه لازم يشتغلوا. المجتمع المدني لازم يساعد، الدوله لا يمكن تكون لوحدها، ما ينفعش، ما فيش دوله في الدنيا تقدر تشتغل وتشيل ازمه كبيره زي دي لوحدها. طيب، يبقى لما يحصل الذروه هيحصل بعد كده ان الكيرف ينزل.
لما خلينا الاول واحنا طالعين على الذروه، لان ممكن تكون لسه هنزيد كمان مثلا الاسبوع اللي جاي والاسبوع اللي بعديه يمكن نزيد كل يوم 200 300 حاله او 400 حاله، وبالتالي لا قدر الله الوفيات هتزيد. ما هو انا عايزه اسال سؤال، هو فضل. اكيد بقى الكيرف هينزل ولا يعلى بقى تاني؟ ما ينزلش. اتكلم بدبلوماسيه ولا اتكلم الحقيقه؟ لا اتكلم الحقيقه. لو ما التزمناش، لو الشعب ما قعدش، يبقى لازم حاجتين هنا. لازم الشعب يقعد، يعني يقعد يلتزم، يعني يلتزم، والدوله تطبق الحظر وقواعد العزل باقصى بطاقه ممكنه. الدوله عندنا قويه الحمد لله، زي ما بنقول ايد الدوله قويه، ودي حاجه موجبه جدا لايام دي. انا عايز ايد الدوله القويه دي تطبق الحظر وتطبق الساعات والالتزام بالكمامه والالتزام اذا كانت في فنادق سياحيه او محلات بتفتح، كل ده لازم يلتزم بالقانون. مش كنا هنقول هنراهن بس على ثقافه الشعب. طيب لا، قبل ما نعدي بس النقطه فضل. دي انا عايزه اسال حضرتك سؤال. هو المفروض انه هيتم الغاء الحظر في الفتره اللي جايه، لا يعني في الشهر يعني انا لا. مش عارفه هم هيحددوا امتى، بس جاي انه هيتم الغاء الحظر. هل هينفع انه احنا نلغي الحظر مع وقت الذروه، ولا نستنى ما وقت الذروه يعدي ونلغي هو الحظر؟ بالمناسبه حضرتك، نعمل إيه؟ حضرتك اقول لك على حاجه، انت بتتكلمي سؤال خطير جدا طبعا، ومهم جدا، ويصعب الاجابه عليه حقيقي، لانه في مدارس علميه كتير جدا، يعني في اربع او خمس سيناريوهات في العالم كله. في كومبليت لوك داون، ناس عملت كومبليت لوك داون، بس دي ناس عندها فلوس وفلوس كتير ومخزن كتير واحتياطي مش عارف فدرالي، وعندها بترول وعندها كنوز تقدر تعمل لوك داون. وفي ناس عملت نص نص، وفي ناس ما عملت ثلاث ارباع. السويد مثلا عملت حاجه بسيطه، في بروسيا ما عملتش حاجه خالص. هو المفروض يبقى قد ايه؟ ما هو يتوقف على في حاجات اسمها، هنبدا بقى حاجات علميه نخليها لاخر شويه، هيبدا على الار زيرو والار، واللي هو سرعه انتشار الفيروس نفسه وكام يوم، يعني هتبدا دي. خلينا اللقاء العلمي ده بنقول الاول الناس ازاي يلتزموا وازاي يلبسوا الكمامه والكمامه القطنيه واهميتها، وبعدين انا عارف اصل انت هتجرينا لحاجات علميه. مش حاجات علميه، انت مذاكره قوي حاجات مهمة. طب خليني اقولها لك خلاص. طيب. يبقى حضرتك احنا دلوقتي متوقع طبقا للمعادلات، الاول المتوقع ده كله بيبقى معادلات رياضية. أيوة. يعني ايه معادلات؟ اكيد كلنا شفنا العرض الجميل اللي عمله معالي وزير التعليم العالي. حقيقي كان عرض دكتور خالد عبد الغفار عمل عرض فكرنا باللي بيحصل اللي احنا عايزين نسمعه من زمان. العرض ده كان على اهميته، وعلى الرغم هو ده اللي ماشي في العالم اللي هو الاس اي ار موديل، لكن في طبعا تعديلات الاس اي ار موديل في حاجات كتير منه 1 2 3 4، انما اللي اتقال ده السيناريو كان السيناريو الامن او السيناريو الطموح او اللي احنا بنقول يا رب نوصل له. هنزيد شويه عن السيناريو بتاع الدكتور خالد. في الفتره الاخيره بدينا مش نلتزم، كان بيقول مثلا هنوصل في اول يوليو، انا بقول يمكن نتاخر شويه اسبوع او اتنين، لان دي حضرتك معادلات رياضيه بتتوقف على استجابه الشعب ولا لا، استجابه اللوك داون ولا لا، استجابه التباعد الاجتماعي ولا لا، في اماكن للعزل ولا لا، في اماكن للعلاج ولا لا، كل دي معادلات رياضية. يعني ايه رياضية؟ يعني لو اختلف اي واحد فيهم هيأثر على الباقي، على الباقي هيأثر. مثلا الوزير قال في نص يوليو اعتقد. طيب لو ما التزمناش هيبقى على طول بعديها باسبوع او اتنين. اذا عايزة حضرتك تاخدي رقم محدد، يبقى لازم تبقي عارفة درجة التزام الشعب وعارفة درجة التباعد يعني الاجتماعي. يعني الحقيقة النهاردة كنت سعيدة انه انا شايفة تطبيق قرار استخدام الكمامة جدا. وشفت الكمائن واقفة في الشارع وانا جاية الحقيقة، وموقفين عربيات وموقفين ناس ما كانوش لابسين الكمامة واخدوا مخالفات. طيب. ودي حاجة كويسة جدا، بس برضو في نفس يعني حقيقة انا بعتبر لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي هو سلاحنا، مش عايز اقول الوحيد لانه مش الوحيد، لانه عندي لازم اكيد هنتطرق الى العلاج والبروتوكول بتاع العلاج ونسب الشفاء ونسب البتاع، لانه ده جناح مهم جدا. يعني دور وزارة الصحة مهم جدا، وانا من اولها كده قبل ما اتكلم على دورهم بشكر فيهم وشكر في الاطباء وارفع لهم القبعة، دور جميل صراحة، لكن لازم في دايما في فرصة للتطوير، دايما في فرصة للتطوير في اي حتة في الدنيا. كلنا بنتعلم من كورونا، كلنا بنتعلم من كوفيد، في كل الدنيا البلاد المتقدمه والناميه والغنيه كله حبه في حبه بنطور شويه. انما عايز اقول الاول الجناح الاول يبقى احنا الكمامه والتباعد الاجتماعي، على الرغم من ان انا كنت زمان مش ملتزم قوي، لما وصلنا للذروه دي في الاسبوعين اللي جايين او الثلاثه الكمامه والتباعد الاجتماعي. تمام. طيب عشان اقدم انا هقول على واقعه فعليه حصلت لنا. الست اللي بتساعدنا في البيت جايه النهارده تشكي بتقول لي والله يا دكتور جايبه الكمامه ب 7 جنيه من الصيدليه او مش عارف من البقال اللي جنبها. طب ما هي مش هتجيبها، هتستخدمها. انا متاكد ان ممكن تاني يوم
ومعذوره تستخدمها. فلازم بشد وبناشد الدوله والقوات المسلحه تزود شويه اللي بتنتجه وتزود. عايزين كمامه بجنيه زي ما هي فعلا نزلت بجنيه، لكن عايزين نزود الاعداد شويه، نزود الاعداد بتاعه الكمامات تبقى متاحه للمواطن العادي، لان انا هعاقبه ما دام عاقبه لازم، لان انا شفت بعيني ناس بتبدل الكمامات علشان يدخل بيه مؤسسه حكوميه. دي مشكله جدا، مشكلة خطيره كبيرة جدا. انا عملت تصريح او اتنين يعني بناشد الناس ما يعملوش السلوك ده، لان السلوك ده في حد ذاته اخطر كتير جدا. لا وهو في كمان مشكله يمكن احنا هنبتدي نشوفها، انه الناس مش لاقيه الكمامات في معظم الصيدليات، عليها ضغط كبير فبتخلص من الصيدليه وبنلاقيها بقى يا دكتور بتتباع في اماكن ثانيه. عندك حق. اجي رايحه بنزينه الاقي واحد واقف بعلبه كمامه وبيبيعها وبيبيعها غاليه، ودي موجوده، ومثلا الاقيها بتتباع في واحد واقف برضو على سوبر ماركت وبيبيع. طيب الكمامه. اسمحي لي بقى، انا بطالب مع حضرتك انا وانت ما دام شفنا الكلام ده، وانا طالب قبل ما اجي، والله قبل ما اجي الكومباوند اللي انا فيه فاكرني بقى يعني خطير واعرف اجيب لهم. طلبت 7-8 صيدليات مش لاقي الكمامات. اذا انا بطالب الدوله تشد بقى على ايدين اللي بيخبوا او بيلعبوا باقدار الناس دول، لانه في ناس يعني المفروض ما نستهل، يعني قصدي دي ازمه لازم يساعد الدوله، سواء الصيدلي او البقال او شركه الادويه دي لازم تساعد الدوله. مش معقوله حاجي اتكسب من ازمه يا فندم. فدول بالعكس انا بقول بدل ما يوفروا الصيدليات وشركات الادويه والناس اللي بتبيع الكمامات دي، بدل ما تساعدني وتساعد الشعب وتساعد الدوله، ده بتتكسب مننا في وقت عيب. لا وبعدين بدات الناس علشان خاطر هي مش لاقيه الكمامه وفي برضو الكمامات غاليه، فبدات الناس تفصل الكمامه. حلو حلو قوي. يعني متاح ان احنا نفصلها جداً. ده انا من انصار دي. كويس قوي. طب افصلها ازاي يا دكتور؟ حلو قوي. كل اللي معانا دلوقتي اللي بيشوفونا يدخل على www.cdc.gov. ده اكبر مراكز الوقايه والسيطره على الامراض في العالم اجمع. ايوه. هيلاقي يوتيوب عادي جدا بيطالب الامريكان، احنا مش اغنى من الامريكان ولا اكثر تقدم من الامريكان، بيقولوا للامريكان كلهم البسوا الكمامه المنزليه. يعني اصلا الكمامه الماسك السيرجيكال ده مش متاح في حتى الدول الاوروبيه لكل الناس. أيوة. فبيقول له فصل الكمامه القطنيه او المنزليه علشان تسيب الكمامه الثانيه لاصحاب البلطو الابيض ربنا يحميهم. اذا طب افصلها، يبقى السؤال الجميل اللي انت حضرتك قلتيه، هل اعملها ازاي عشان ابقى عارف ان دي مطابقه للمواصفات؟ أيوة. انا بقول للاخوه اللي بيشوفونا دلوقتي لازم تبقى 3 طبقات. على الاقل طبقه، يفضل طبقه قطنيه وطبقتين الشيفون اللي بيلبسوه السيدات في الطرح ده. أيوة. يبقى لو طبقتين شيفون وطبقه قطنيه او طبقه قطنيه وطبقه قطنيه واحده شيفون في النص، المهم 3 طبقات. يعني طبقه الشيفون هي اللي تبقى في المنتصف. مش هتفرق معايا، انا عايز 3 طبقات ليه؟ لانه بيقولوا حضرتك الشيفون اللي هو بوليستر شويه ده او الصناعي مع القطن بيدي حاجه شحنات الكتروستاتيك تشارج بتعمل تقريبا عزل من شويه، بيغلق المسام. ايوه بيعمل بارير شويه كلها. وكمان تعمل شحنات تقلل دخول الفيروس. ده الميكانيزم بتاعها، فيزياء بتاعت الكيمياء يمكن عارفين اكتر من الفيزياء، اسف عارفين اكتر مني كتير، بس ده الملخص بتاعه، لان بحوث عالميه النهارده بدات يعني ضخمه جدا حول الكمامه القطنيه او الكمامه المنزليه. لكن في النهايه عادوا بياكدوا ان الكمامه القطنيه او ال3 طبقات لو معموله صح هتوصل بالظبط كفاءتها زي الماسك اللي معايا ده. يعني محدش يقلق، مش معاك فلوس ما تقلقش، هات الكمامه القطنيه اعملها في البيت هتبقى زي دي بالظبط. هي بالظبط، بس عشان خاطري ما حدش يعملها طبقه ولا اتنين، انا عايز 3 طبقات. ده مش هقول لك زي دي، لا احسن من دي. لان انت هتبقى مطمن ان هي 3 طبقات. وانت لو فتحت معايا دي دلوقتي غالبا او هنفتح واحده ونجربها. ايوه اهي ادي طبقه. بس هتديني فلوسها بعد ما اخلص؟ طبعا. طب خلاص في علبه بره هديها لحضرتك. طيب ادي حضرتك طبقه. طب ادي 2 بس. يبقى اللي هتعمل ادي 2، انا عايز 3. يبقى حضرتك اللي هتعملها في البيت يمكن تبقى احسن من دي. بعد دي غاليه، دي ب7 جنيه او ب6 جنيه. طبعا هي اصلا ب2 جنيه. لا وبعدين اللي هتبقى في البيت هيقدر ان هو يستعملها اكتر. لازم المفروض ارميها صح، بس بعد ال اللي هتبقى في البيت يقدر ان هو يغسلها ويعقمها ويلبسها تاني. طبعا يا فندم. هي مش يعني اللي هي القطنيه والشيفون ده. أيوة. طبعا هيغسلها ويعقمها في المكوى العاديه. العمليه مش كيمياء يا دكتوره شيهان. العمليه الفيروس ده لازم اتحلى بالذكاء وانا بحاربه. الفيروس ده بينتقل ازاي؟ هو غول ولا شبح بيجي لي بالليل؟ ده فيروس هينتقل يا اما بالعطس وخلال 1.5 متر او متر حتى كمان. ال WHO منظمه الصحه العالميه بتقول متر، CDC بتقول 1.80 متر. يعني انا هخليني زي منظمه الصحه العالميه. يعني انا بيني وبينك دلوقتي لو انا مريض وعطست
مش هيصيبك. ما هو انا لازم افهم العمليه ما هوش غول عشان الناس مش ده قلقانه وخايفه وما تشتغلش. لا انا عايز الناس كلها مش قلقانه. في فرق بين اخد الاجراءات والحذر واطبق اجراءات واني ابقى خايف وقلقان هاثر على الجهاز المناعي واقلل مناعتي واعيه فعلا. لا طيب عايزين ننتقل طب اكمل النقطه دي حضرتك. يبقى انت الفيروس بينتقل ايه زي ما بقول لك العطس او ال متر ونص متر واحد بس. طيب انت بتشتغل وبينك وبين زميلك متر ومتر ونص، ايه الخوف؟ انت في المترو ولابس الكمامه والتاني لابس الكمامه والدوله ان شاء الله هتطبق وانا متيقن انها هتقدر تطبق، يبقى ايه الخوف؟ اذا نشتغل واحنا واخدين الاجراءات بتاعت الحمايه. هنا اقول لك هبقى مطمن لو ما عملتش ومش عايز اعمل حظر، لان انا عايز اكل عيش، عايز البلد تمشي، عايز الاقتصاد يفتح، لانه ده كله بيترجم لحاجات تانية. البلد لو وقعت اقتصاديا لا قدر الله وان شاء الله عمرها ما مصر عمرها ما هتقع ان شاء الله، بيتحول لمشاكل طبية اصلا. يعني زي ما بقولوا المثلث بتاع الفقر والجهل والمرض. مش هتشتغل هيبقى فقر، هيجيب جهل هيجيب مرض. يعني الاقتصاد لو وقع لا قدر الله بينعكس على المرض نفسه. يعني انا ما بقيتش دايما في ناس بتزعل مني تقول يا دكتور الحاله الواحده الموت او العشره بملايين. انا متيقن من كده، لكن انا عارف لما اقتصاد الدوله ينزل الملايين هياثر على صحه الناس وهتموت الناس. أكيد. فلازم نشتغل بس بالحذر. طيب خلينا ننتقل لحاجه مهمه جدا. اتفضلي. وانه احنا في الفتره اللي فاتت كلنا شفنا الروشتات اللي كانت بتتبعت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي دكاترة كتير طلعوا عملوا فيديوهات كل واحد بيقترح بروتوكول علاج. رأي حضرتك ايه في الطريقة دي؟ ورأي حضرتك ايه كمان في الأدوية اللي تم ذكرها على طيب مواقع التواصل الاجتماعي؟ برضو اتكلم بدبلوماسية ولا اتكلم لا احنا مش عايزين دبلوماسية خالص. لا طيب. ده ليها دروباكس او ليها مزايا وليها مضار. اولا انا شخصيا كعبد اللطيف مش هستخدم اي بروتوكول الا بتاع الدوله، مش هستخدم انا كعبد اللطيف حقيقي وقايل لمراتي كده ومراتي طبيبه لو انا تعبت شوفي بروتوكول وزاره الصحه بيعمل ايه وامشي زيه. تمام. حقيقي قايل لها كده. طيب وهي برضه لو حصل حاجه يبقى انا هلتزم ببروتوكول وزاره الصحه انا كعبد اللطيف. لكن لما تيجي تساليني هو هل في ادويه فعلا بتهاجم الفيروس؟ لا. هل في ادويه خاصه بالفيروس؟ لا. كل دي بتبقى اجتهادات طبقا العالم شاف اكتر حاجه ممكن تاثر ايه مش على الفيروس. عايز يرفع المناعه بتاعت البني ادم، عايز يشوف السايد افكت او المضاعفات اللي بتيجي الفيروس. يعني الفيروس بيهاجم الجهاز التنفسي. او الفيروس بيهاجم التجلط، بيعمل تجلط. يوم بنحارب التجلط او بنحارب الجهاز التنفسي بنحاول نعالجه. ففي اساتذه كبار جدا عندهم نظره للمريض بالتحديد. ما كل مريض غير التاني. وده اللي بيعمله البروتوكول. يعني افرض انت ماشي على البروتوكول لكن لقيتي طبيب او اسف مريض مش ماشي على البروتوكول هتغيري، لانه مفيش حاجه علميه. يعني مثلا هيدروكسيكلوروكين اللي بنقول عليه محدش عارف انه بيفيد ولا لا. السول مش عارف اللي التام محدش عارف، بالعكس بداوا يتشالوا وبداوا يتحطوا تاني. يعني باختصار انه كل جسم بيستجيب لدواء ممكن الجسم التاني ما يستجيبش لنفس الدواء. بالظبط. ده الميزه الوحيده. ليه بقى؟ دي قد تقلل شويه الضغط على مستشفيات وزاره الصحه، لكن انا كعبد اللطيف او كاستاذ في الكليه بقول لا. انا هلتزم وبناشد الناس يلتزموا ببروتوكول وزاره الصحه. مش عشان كده بس، لان ما بتنزل الحاجات دي على الانترنت الناس بتهجم على الدوائيه في الصيدليه. انا ما لقيتش الهيدروكسيكلوروكين مع ان انا عارف انه مش فعال. انا عارف انه مش عاد فعال. في ناس طبعا بتقول انه فعال لغايه هذه اللحظه، لكن اكبر بحث علمي لغايه النهارده حوالي 100,000 واحد، ودي اول مره يتعمل على كوفيد 100,000 قال انه مش فعال. ومع هذا انا قلت اشوف عايز اشوف الناس بتعمل ايه بس. مش عايز استخدمه. عايز اشوفه ما لقيتوش. ليه؟ ما كل الناس خايفه. الناس خايفه فبتروح اي كلمه تتقال بتروح تجيبها. انا مش عايز كده. لا انا عايز تلتزم بالوقار، الوقار والذكاء الاجتماعي او الذكاء الصحي. الدوله الحمد لله النهارده ما اثرتش، يعني الحمد لله احنا دوله ناميه. ما حصلش واحد فينا راح ما لقاش علاج. الحمد لله ما حدش فينا راح قالت له الدوله لا روح اشتري دواء لكوفيد ولا انت مش هنعالجك في الكوفيد. ما حصلتش عندنا المشاكل اللي قد تكون حدثت في بعض
الدول الاوروبيه حدثت بعض الحاجات الفرديه بتحصل، مش هنكذب على بعض، بتحصل بعض الحاجات الفرديه، لكن بتتعالج تاني يوم تالت يوم. يحصل قد يحصل في بعض المستشفيات نقص، امين مخزن ما يجيبش عهده، مدير مستشفى ما يكونش مصحصح، بتحصل حاجات فرديه، لكن النظام الصحي الحمد لله ماشي تماما. وبأشكر في النظام الصحي واشكر في الاطباء وبرفع لهم كل مره اقول ولادي دول او ولادنا وبناتنا. يعني هو احنا سمعنا انه ترامب نفسه اخذ الدواء كوقايه. طب يعني هو ده كويس يا دكتور؟ ما هو ما انا بقول لحضرتك اصله ده 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 يعني دايلم علميه جامده جدا. ده مختلف عليه جامد جدا. دلوقتي اتسحب منظمه الصحه العالميه، الاول كانت بتريكومنت كانت بتوصي بيه، دلوقتي مش بتوصي بيه. ومع هذا في بعض الدول بتديه، اعتقد احنا في مصر لسه من الدول اللي بتديه، فرنسا شلته، اعتقد دوله تانية شلته. فدايما كل عشان كده انا بناشد الباحثين المصريين واساتذه الجامعه في مصر بتوع الصحه العامه اللي بيسمعوني دلوقتي واساتذه الصدريه، لازم نتكاتف حقيقي. انا زعلان من نفسي معنا منهم، انا استاذ صحه عامه، انا بناشدهم كلهم لازم نعمل دراسه سريعه جدا، مش نستنى ما يخلص الفيروس، دراسه سريعه جدا كلينيكال ترايل على البحث على الكوفيد ده، ونشوف العيان المصري بتاعنا. اساتذه الجامعه اساتذه الصحه العامه دول احسن اساتذه في الاعلام العربي كله، هم اللي بيوجهوا الاعلام العربي كله. لازم نشتغل شويه ونشوف، عايزين كلينيكال ترايلز دوكيومنتد ايفيدنس بيست، ونشوف المريض المصري، المريض المصري ايه اللي بيأثر عليه، هل الهيدروكسيكلورين اكتر ولا التاميفلو اكتر او الدواء الثاني. طب كل الفتره اللي فاتت دي يا دكتور عبد اللطيف احنا ما اكتشفناش المريض المصري بيستجيب لايه اكتر؟ انت يا جيهان انت عماله تسالي اسئله صعبه جدا النهارده. ده سؤال مهم جدا. انا بناشد حقيقي، بناشد برضو تاني وزاره الصحه مع وزاره التعليم العالي او اساتذه الصحه العامه، يقدروا وزن 3 دايز فعلا خلال 3 ايام لو المعلومات بتاعه الصحه راحت لاساتذه الصحه العامه ببرامج كمبيوتر عاديه جدا وكلهم حرفه فيها. كل اساتذه الصحه وكان منهم 2 3 وزراء صحه. طيب. اساتذه الصحه العامه. طيب. فعارفين كويس قوي انا بقول ايه، ويقدروا يطلعوا لنا البروتوكول المصري طبقا للبيانات المصريه، واحنا قادرين فنيا الحمد لله على الكلام ده. اخر سؤال صعب. ما حرام عليك بس زي بعض. دلوقتي يا دكتور يعني المفروض انه يعني اي مرض او اي فيروس بيكون له دواء، ايه صعوبة هذا الفيروس ان احنا مش قادرين نتوصل، مش هقول لك لمصل او لقاح، لدواء حتى يقلل من سرعة الانتشار اللي احنا شايفينه ده؟ ده سؤال اصعب من اللي فاته. بس اخر واحد صعب. لا حاضر. طيب الدواء حضرتك الحمد لله الفيروس فكوا الشفرة الوراثية بتاعته. يعني الجينات بتاعته عدنا عارفينه، ابن مين وبنت مين واخته وابوه، عارفين كل الجينات بتاعته بقوته وايه الضعف بتاعه. وقعدنا عارفينه مثلا اي حدة كحول ممكن مش عارف تعمل الايه الطبقة بتاعته الدهنية، وعارفين التركيب الدقيق له. خلاص دي نقطة جميلة جدا، ده بتسهل الحصول على الدواء. لكن يا فندم الدواء مش بس اجربه في المختبر، يعني جربوا الدواء في المختبر في كذا دولة، في اكتر من 40 شركة كبيرة جدا بدأت خلاص اكتشفوا الادوية بس في المختبر. انا عشان اخد الادوية دي من المختبر واطبقها على البني ادم، لا This is another pathway أو long pathway. لازم الأول أخدها من المختبر وبعدين أطبقها على حيوانات التجارب، وبعدين بعد حيوانات التجارب بتنجح وما تضرش الحيوانات أبدأ أخدها على عدد قليل جدا من المتطوعين البشر. وبعد ما أخدها من المتطوعين أبدأ. ليه بقى؟ لأن أنا متأكد والدواء فعلا شركات كتيرة بدأت تطلع الدواء فعال جدا بس في المختبر. طب ممكن فعالية الدواء ده تضر الخلية الحية أكثر من ضر الكورونا. أنا عايز أتأكد أهم حاجة في أو الصعوبة في الأدوية اللي بتاخد وقت، إن الشركات الأدوية دي بليونز يعني مليارات الدولارات عشان يخترعوا دواء، لازم تبقى عارفة إنه ملوش مضاعفات. ولا ما عليكش واحد من كورونا واجيب له التهاب رئوي اللي بيموت. اكيد. فهو ده المشكله حضرتك، ان هو لازم بياخد، مع انه دلوقتي العالم واخد حاجه اسمها فاست تراك، يعني واخدين بيرميشن من المنظمه من دبليو اتش او وحتى السي دي سي في امريكا، انه في بعض التجارب اللي نجحت الحمد لله في المختبر وعلى حيوانات التجارب بداوا يجربوها على الناس فعلا، ودي كانت برضه حاجه جميله في خلال 3 4 شهور بس، يعني ماشيين بسرعه جدا. يمكن وزن 3 مانثس يقدروا يجيبوا دواء، مش تطعيم، التطعيم يمكن يتاخر سنه ولا حاجه. بس المشكله هقول لك على حاجه يا استاذه جهاد. الدكتوره جهاد، المشكله حتى بيطلع الدواء ده شركه ايه اللي هتغطي 7 مليار؟
مش قدامنا الا الوقايه. ما هي الدوله مثلا هنفترض ان الشركه الصينيه اللي فازت بالسبق او الشركه الامريكيه او الالمانيه، لا هل هتدي مين الاول يفندم؟ يعني مثلا هقول لحضرتك لو احنا مثلا عرفنا المواد الفعاله في هذا الدواء ما نقدرش احنا ننتجه هنا؟ لا عندنا. لا مش هتديك اصلا، مش هتديك، مش هتدينا السر. السر هتديك، اقول لك ازاي، ده هيكلفها 3 4 مليار دولار. هتديه لك ازاي؟ هتديه لك ليه؟ وهتقول لك يعالج مواطنين الاول. عشان كده برضو البحوث المصريه الحمد لله احنا عندنا عقول ما شاء الله، سواء في البحوث او في الأطباء، نحاول برضو. أي نعم بتتكلف كتير لكن هنقدر، لغاية ما نشوف، لغاية ما نشوف، مش قدامنا غير الوقاية. طيب. لغاية ما يجي الدواء ويتوزع على الصين وعلى أمريكا وعلى ألمانيا هيجي دوري فين؟ يبقى أنا عايز دلوقتي اللي في دي وناجح وناجع وفعال، الكمامة البسيطة دي والتباعد الاجتماعي. والحمد لله احنا بدينا نوصل لأصعب مرحلة وهنغطيها، وبتأكد ان احنا هنغطيها، هنغطيها ان شاء الله. دكتور كان في كلام انه قالوا لنا يا جماعه لما الجو يحرر قوي وندخل في فصل الصيف الفيروس هيحصل له تحلل وينتهي وكده وخطورته تقل. احنا عدينا بموجه حاره ومع صحيح. ذلك الاعداد صحيح. كانت بتتزايد والفيروس موجود. عندك حق. فمعنى كده انه الحر خلاص ملوش علاقه بقى انه صحيح. الفيروس يبقى موجود. ما اقدرش اقول اول، انا فاكر حضرتك في لقاء معاكي برضو من حوالي شهرين قلت في مدارس علمية أنا من الناس اللي بتتوقع الحر هيأثر. أنا قلت كده. النهاردة بديت أقول لا. أيوة. ليه بقى؟ أنا بديت الأعداد تزيد عندي. وفي دول، بعض الدول في نص في الكرة الجنوبي برضو عندها الحالات ارتفعت. أي نعم إحنا في مصر ونص الكرة الشمالي ما جاش لسه الصيف، احنا لسه في الربيع شويه، لكن ارتفعت الحاجات 40 درجه، وكان في بعض الكبار الاساتذه قالوا اقفلوا الحر واقفلوا التكييف في يوم. أيوة. ده ما حصلش. فده بيخليني بعد ما كنت بقول ان انا من المدرسه دي بديت اقول لا خلي بالك، لانه قد يكون الفيروس مش هيتاثر بالحر، لانه فعلا في دول في نصف الكره الجنوبي وصلت الصيف وما حصلش فيها ريسيشن او داون للايه للفيروس. اذا برضه هكرر مره واثنين وعشرة، ما قداميش غير التباعد الاجتماعي، التباعد الاجتماعي والكمامة إذا كنت ماشي طبعا. طيب يعني نصيحة حضرتك بقى لمين؟ في أنا عندي الدولة وعندي للناس. الصحة وعندي المواطنين وعندي منظمات المجتمع المدني. إحنا الأول عايزين طبعا نتكلم عن الطاقم الطبي وقد إيه هو تعبان وعايزين نسنده، يعني ان هو يستحمل الفتره. انا كان نفسي ابقى لابس قبعه وارفعها له والله بصدق. كلنا بسرعه. حضرتك احنا كاطباء انا اسف في التعبير ضعيفين. انا خدت صحه عامه عشان بخاف من الحقنه، مش بهزر والله. يعني ما رضيتش اخد كلينيكال او جراحه، بقيت اشوف الدواء. طب امال اللي بيروح جراحه ويشوف عياله بتموت ويشوف الناس بتموت، النهارده مش شايف زملاته بيموتوا. حضرتك مش مدركه ان كل طبيب النهارده خاصه مش بس مستشفى العزل، لانه العادي ما هو 80% من مرضى كوفيد مش عارف انه عيان. فبس مش هقول مستشفى العزل هو اللي خطير، ما هو المستشفى العادي والطبيب العادي رايح له مريض ما هو مريض بكوفيد ما يعرفش انه مريض. صحيح. وبالتالي احنا مش متعودين كاطباء على الخوف والهلع والقلق، اني هروح بدل ما اعالج طبيب بدل ما اعالج مريض اروح اعدي عيلتي واعدي ولادي واعدي مراتي. لا زملاتي خايفين مرعوبين مرعوبين، فبقول لهم احتسبوها عند الله، ودي فعلا مصر عايزاكم ومصر محتاجاكم وانتوا سدين وزياده وهنسد وهنبقى في وسط المعركه وفي قلب المعركه، ولا يمكن طبيب واحد هيتخلى عن وجهه، لا يمكن. عارف انه ممكن لا قدر الله يموت، وعارف انه ممكن يعدي اهله، ما زي الجنود في المعركه يا فندم، ما نقدرش نفر. واقول لك على حاجه، انا بحصل مش انا جاي من هنا والله بنتي شتمتني وقالت لي انت طالع بره ليه؟ طالع بره ليه يا بابا؟ ما انت هتطلع في العربيه وهتطلع في التاكسي وهتجيب الاتوبيس او هتركب اوبر. انا ما بحبش السوق بالليل فهتجيب طب انت طالع وبتعرض نفسك ليه؟ اقول لها يا بنتي انا شغلتي كطبيب التوعيه الصحيه، ما اقدرش اتقاعس عن التوعيه الصحيه، ما انت هتجيب لنا المرض. انا بكلمك عن واقع والله. طيب كويس قوي. مش لن ولم يستقيل اي طبيب مصري، ولن اي طبيب مصري لا يمكن، لكن في المقابل عندهم حمايه وعايزين طلبات حمايه، طلبات ما فيش اي طلب فئوي خالص، طلبات للحمايه. والحمد لله حقيقي الاجتماع بتاع الدكتور مصطفى مدبولي انا بحييه فعلا، عمل خطوه جميله جدا، وانا من واقع اتصالات الاطباء بيا كتير حقيقي مبسوطين جدا من الاجتماع بتاع الدكتور مصطفى مدبولي، فانا بشد على ايده. وعايزين التواصل ده مش يستدعي الرئيس بنفسه يتدخل ورئيس الوزراء يتدخل، يعني وزاره الصحه نفسها قبل ما يكبر الموضوع لازم تتواصل. يعني منظمه الصحه بتقول حاجة مهمة جدا. بتقول عشان
انا احل ازمه اهم نقطه فيها الكوميونيكيشن بلان، يعني اهم مانجمنت عشان تعالجوا الازمه. اول نقطه الكوميونيكيشن بلان. الكوميونيكيشن بلان هنا الاطباء يا فندم والتمريض هم الاول نقطه فيهم قبل ما انزل كوميونيكيشن للمريض. لازم اقول انا كوزاره الصحه او كمسؤول اقول للطبيب انت مطلوب منك ايه، لازم اقول له انا هوفر لك ايه، ما تخافش انا معاك، لو مت انا معاك، وانا مع ابنك لو مت، ولو اتعرضت انا معاك، وفعلا الدوله معاك. الرئيس بنفسه قالها، ورئيس الوزاره قالها، ووزيره الصحه اعتقد النهارده قالتها، يعني فالوزاره انا بقول لها يعني بدا الكوميونيكيشن لازم يكون من الاول. يعني مثلا فتحنا 320 مستشفى لا كورونا، خطوه هايله حقيقي هايله. انا من حوالي اسبوعين كنت بقول عندنا نسب الوفيات وحشه، كنت بقول عندي نسب الشفاء وحشه. أيوة. دلوقتي الحمد لله انا مطمن جدا، لان لما تفتح 320 مستشفى حاجه خطيره جدا وجميله جدا. النهارده كمان حاجه احسن، هتفتح اكتر، وهتبدا الوزيره اللي سمعتها الصبح هتبدا تفتح كمان، لا مش بس المسحه، مش هنتظر المسحه، لا ده انا اي واحد بالحراره وبالحاجات الكلينيكال وبالاكس راي وبالبلاد تيست هبدا اديله العلاج، مش هستنى. فانا متاكد الحمد لله ان نسب الوفيات عندنا هتبقى قليله جدا، ونسب الشفاء هتتحسن خالص، فانا مبسوط حقيقي. لكن ما كنتش عايز نوصل لكده، يعني انا عاوز دايما يعني قبل ما افتح يبقى في قنوات مفتوحة اتصال كده بين الناس اللي هيشتغلوا، دول ولادك ودول رجالتك وفي القلب وهيشتغلوا وما يقدروش يأثروا. طيب دكتور عبد اللطيف، يمكن زي ما قلنا انه الفترة اللي جاية احتمال يتم إلغاء الحظر، الناس تتعامل ازاي؟ حضرتك تنصحهم بإيه؟ لأنه خلاص بقى هيكون الدنيا خلاص مفيش. طيب خليني اقول لحضرتك حاجه، اي حظر حضرتك قلت الكمامه والتباعد، هل في حاجه بقى تانية؟ انا مش عايز اقول اصلا كلمه يعني احتمال يكون في فتح او الغاء للحظر، لازم يكون في الغاء للحظر. هو ده اللي احنا منتظرينه، ده لازم يا فندم. لا يعني مش بقولها وانا زعلان، انا عكس ناس كتير، انا عكس ناس كتير ومن الاطباء ان هم ناس متخصصين جدا يقول لك عايز يقفل. لا انا مش من المدرسه دي خالص. من اول يوم بالمناسبه حتى كنت بقول انا بسبح ضد التيار، لانه لا يمكن اقفل بلد. ما هي كورونا دي ما هياش اخطر من النمونيا اللي هو التهاب الرئوي، ولا اخطر من الحصبه، ولا اخطر من الدرن، ولا اخطر من ايه. لغايه امتى؟ الله ينور يعني عليك. يعني احنا هنقفل فتره. طب لو هو فضل مستمر يا فندم، في 7 مليون بيموتوا سنويا من التدخين. طب وفي نص مليون من الملاريا، وفي كل ده سنويا. فانا لازم افتح البلد، لكن بناشد المواطنين الالتزام بالحظر، الكمامه، وكمان في حاجه مهمه جدا اللي هي تعزيز الصحة. يعني تعزيز الصحة في واحد أحمد ومحمد، واحد هيبقى صحته حلوة وواحد لأ. فتعزيز الصحة ده هيخلي لو الفيروس جه لواحد يقدر يقاوم الفيروس، ولو جاله كمان يعني هيقاوم الأول، ثم لو أصيب يقدر يعدي منه الحمد لله، ويبقى من 80 حالة اللي هم 80% اللي ما بيصابوش عليهم أعراض، ما بيصابش عليهم أعراض. فإزاي عزيز الصحة؟ الطعام المتوازن، وهنا كلمة الطعام المتوازن مهمة جدا جدا. تخشوا على الطبق الصحي الهيلث بليت، حوالي 22 سنتي متقسم 4 أرباع، ربع فواكه، ربع خضروات، ربع بروتين، وربع نشويات. ده يهمني جدا الفواكه الخضروات عشان فيها الانتي اوكسيدنت مضادات الاكسده، وفيها السيلينيوم، وفيها فيتامينز كتير جدا. وهو لو عايز بقى ده كويس، لو بياكل كويس وبياخد بروتين كويس هيبقى، ومكسرات هيبقى فيها. طبعا ممكن تكون غاليه، هتقولي لي كده انا عارفك، بس انت ارستقراطيه واضح عليكي كده خالص. فده مين قال انه لازم لحوم؟ البروتين في الصول فول الصويا، والبروتين في الفول بتاعنا الجميل وفي الطعميه، ففي بروتين، الكلام ده فيه زنك. أيه. طيب الـ 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 الخضروات، يجيب الخضروات الرخيصه، ما اقولش يجيب ارخص حاجه، لكن الخضروات هتدي مضادات اكسده وهتبقى جميله جدا. الفئات المعرضه للمخاطر بقى والاكثر شويه، ممكن يشتري اللي هو استيلينيوم، ويشتري الزنك، ويشتري الانتي اوكسيدنت، الفيتامين زي فيتامين سي وفيتامين دي وحاجات فيها زنك، وتبقى جميله جدا. واهم حاجه يتوقف عن التدخين، خطيره جدا. انا بالحاجات اللي عجباني من الدوله جدا ان هو منع التدخين تماما، منع الشيشه، منع، لان دي خطيره في كوفيد. فمنع التدخين، طعام متوازن، لبعض الفئات الحساسه تاخد مكملات زي فيتامين سي وفيتامين دي والزنك والكالسيوم. الرياضه لازم تلعب، ما تقوليش في حظر، ما عادش في حظر الحمد لله، انت قدامك لغايه الساعه 8، فلازم تتحرك ساعه على الاقل في اليوم. والنوم 7-8 ساعات، لانه عدم النوم ده في حاجات ما بتتعوضش في الجسم الا بالنوم الطبيعي. وكمان مش عايز قلق، ما تقولش كورونا هكررها واقولها من اول يوم، ما هوش غول، ما هوش شبح، مش حرب نوويه يا فندم، ده هو مرض متوسط او ضعيف حتى. خطورته انه بينتشر،
طيب انا عارف انتشاره، العطس بكررها مره وعشرة، يا دكتور خطورته كمان والتباعد، يعني مش حكايه الانتشار، الخطوره انه ما فيش دواء. صحيح عندك يعني حق. يعني انا طيب لو عارف انه في دواء خلاص هنقول اللي هيعيا هياخد. طب وحضرتك تعي ليه يا فندم؟ لا انا بقول ما انا بقول لك الوقايه. اه انا بقول لك يعني مثلا بقول لك حاسب فلان ده لو ضربك بالسكينه هتموت. اوعى. طب يعني امشي بعيد عنه. واكيد اللي بيجي له الدور ده يا دكتور مش بمزاجه، يعني هو بيلقطه كده من اي حد هو مش واخد باله. طيب بس احنا عارفين الاسلحه. اه عارفين الاسلحه، تباعد اجتماعي، كمامه، غسل الايد كويس جدا، وما يبقاش الحاجات دي موضه يا فندم. انا عايز بيسموه، انا عندي ويبينار يمكن قريب شويه مسمينه ايه، دولي شويه مسمينه نيو نورمز. يعني ايه نيو نورمز؟ الحياه بعد كورونا مش هتبقى زي كورونا قبل كورونا، يعني هتبدا الطيارات تقلل الركاب، هيبدا الفندق يقلل الاعداد، هتبدا الدور لازم يبقى في المستشفى وفي البنك بالتليفون ويقلل الاعداد. كل دي حاجات لازم نتعود عليها لصالحنا مش عشان كورونا بس، كورونا هنعديها، هنعديها ان شاء الله، إن شاء الله. وبكرر مطمن، بس عايزين نعديها بتمن قليل. عايزين نعديها بتمن قليل، عشان كده انا بطالب حقيقي شركات او الشركات الاقتصاديه الكبيره او الكائنات الاقتصاديه دي ومنظمات المجتمع المدني لازم تساعد الدوله يا فندم. ليه شركات الاتصالات مش بتعمل مسجات مجانيه للناس؟ ما هي بتكسب مننا ساعه عدم الازمات، احنا في ازمه ومحتاجينها دلوقتي. شركات الاتصالات كلها تعمل مسجات توعيه صحيه مع وزاره الصحه، تشوف لها 3 4 مسجات يوميه وتعملها لنا فري يا فندم، مش هتكلف حاجه كتير يعني، بتساعد الدوله يعني. شركات القطاع الكائنات الاقتصاديه دي ما تجيب ماسكات وتجيب جونات وتوديها للمستشفيات. ايه المشكله اما تساعد احنا في المجتمع اللي احنا فيه او الكومباوند اللي احنا ساكنين فيه؟ جبنا جهازين تنفس واشتريناهم بفلوس بسيطه كل والله في واحد دفع جنيه. انا مش بهزر، جنيه فعلا. عيل صغير شافنا بنلم ليه عشان كورونا، خد جنيه ده اللي معاه، كانت حاجه جميله. واحد دفع 20,000 مثلا على قدنا. المستشفى واشد على ايديهم وهقولهم والله، مستشفى القاهره الجديده الاطباء اللي فيه اشتروا بنفسهم 2 اجهزه تنفسيه. اللي يقدر يساعد باي حاجه جداً. يعني احنا في مرحله مش هيقدر يا فندم، كلنا هنقدر. انتوا كإعلام قد انتوا بتساعدوا، زودوا كمان الجرعه، زودوا جرعه، مش انتوا بس، كل القنوات الفضائيه. أيوة. تزود يا فندم الجرعه بسجات صغيره، تزودها كل يوم، ما تقوليش ما انا بقولها مرتين في اليوم، ما تقوليها 10 في اليوم. احنا في ازمه، كلنا لازم نشد على ايد الدوله، سواء فرد او شركه او قطاع اقتصادي. يعني في كل الدنيا احنا عندنا في جامعه الزقازيق صراحه عملنا مبادرتين حلوين قوي. احنا يمكن في جامعه الزقازيق اللي عملنا الحقيبه الصحيه اللي بديناها، والحمد لله اعتقد اتعممت النهارده معالي الوزيره يمكن عممتها في كذا محافظه. واحنا كمان عملنا مبادره يا ربي وزير الاوقاف يوقف عليها، هتطبق خلاص في الشرقيه، ان كان عندنا مش انا صراحه احد الاساتذه اللي عندنا، ان هو اقترح ان الاذان بعد الاذان رساله صغيره من وزاره الصحه، يا جماعه يعني بعد الاذان ما يخلص يا جماعه خلوا بالكم، اغسل ايدك، مش عارف اعمل ايه، وقبل ما تيجي الجامع اعمل كذا، ثانيتين ثلاثه كده، 5 ثواني تتقال في الاذان بعد كل القنوات، فتبقى حاجه جميله عملناها صراحه، انا مبسوط منهم وربنا يخليهم في عندنا في الشراجوه فلاحين حلوين طيبين وكرمه يعني. كل الفلاحين حلوين. بشكر حضرتك دكتور عبد اللطيف. لا وتقولي خلص الوقت. خلص. طيب معلش احنا يعني، طب اقول دقيقه واحده؟ اتفضل. كل اللي بيشاهدوني يا جماعه عشان خاطري انا، فعلا كلنا كنا بنكرر دايما بنقول ايه، دي اسبوعين حاسمين، ده اسبوع حاسم، النهارده مش عاد اسبوع حاسم، النهارده عاد يوم حاسم او نص يوم حاسم. لان النهارده بدينا في اليوم 1200 حاله و1300 حاله. فعشان خاطري التكرار، قلنا اسبوعين وقلنا ثلاثه وقلنا اسبوع، المره دي النهارده يوم حاسم، لان احنا فعلا مقبلين على الذروه وبدينا نفتح البلد زي ما حضرتك بتقولي. كلمه نفتح البلد مش معناها المرض مات، لا، ده انا بفتح البلد معناه لازم اشتغل بتطبيق الاجراءات الحذر اكتر كتير. اذا كنت بلبس كمامه ساعه ولا اتنين ولا لا، ازود الوقت وازود الالتزام، بغسل ايدي مره ولا اتنين ازود الالتزام، ما بروحش، ما فيش داعي للزيارات خالص الايام دي، بالتليفون سلم على ماما وبابا وحاجه بالزبط. الا اذا كانوا عايزينك، الا اذا كانوا عايزينك لازم تروح. أيه. لانه في بعض حاله وفاه حصلت او اتنين لكبار السن. فاذا خلينا فعلا يا اما في الشغل يا في البيت، وفي الحالتين سواء في الشغل او في البيت حضرتك التزم بالاجراءات الوقايه وعزز صحتك، ومصر بخير وهتعدي وقدر انها تعدي ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. بشكر حضرتك استاذ الدكتور عبد اللطيف المر، استاذ الصحه العامه والطب الوقائي بجامعه الزقازيق. بشكركم مشاهدينا، انتظرونا بكره حلقه جديده 90 دقيقه. تصبحوا على خير.